سبتمبر 11 وغيرها. لكن أنا نلاحظ أن المخاطر تختلف أحيانا في نفس الفئة من الأدوات الاستثمارية. بالفعل، لذلك إذا نظرت إلى سند تصدره الولايات المتحدة الأمريكية مقابل سند تصدره دولة اقتصادها أضعف، العائد من السند الثاني على سبيل المثال تركيا أعلى، لكن سداد الحكومة الأمريكية مضمون أكثر حسب تقييم تصنيف المؤسسات المالية مثل ستاندرد أند بور، أس أم بي أو موديز. هنالك نقطة دينا أعود أن أكررها، المهم أن يعرف المرء كيف يقيم أفضل تصنيف أو بروفايل لا يعرضه لأكثر مما يتحمل من مخاطر ويؤمن له قدرا من العائد. فالمهم هو وضع أهداف موضوعية يمكن أن تقلل الفجوة بين طموح كل مستثمر بتحقيق ربح مادي عالي وقدرته على تحمل فكرة خسارة جزء من رأس المال، وهنا الناس فئات أو بروفايلز. سنتابع تطبيقا لما تقوله طارق من خلال 6 نماذج أو بروفايلز لعدد من المستثمرين في هذا التقرير. أنا عندي عائلة مكونة من 4 أبناء وهدول بدهم يدخلوا الجامعة قريبا، لأجل ذلك أنا مهتم بالصناديق التعليمية والاستثمار فيما يؤمن الأبناء في المستقبل. ممكن كمان أساهم أو أشترك في أسهم أو استثمارات تانية، ولكن في استثمارات متوازنة دون مخاطر. الحقيقة هي دايماً المسؤوليات بس تكبر بتصير بدك تدوري على الربح السريع، وأنا مهتمة أنه اشتري أسهم يعني بالبورصة، وخاصة الشركات يعني الكبيرة على الأقل بيبقى ربحها مضمون، وأصدقاء اشتروا بهذه الشركات ولحد هلأ كلهم ربحانين. أنا شخصياً بفضل توزيع الاستثمارات على 3 حقائب، أول واحدة الاستثمار في صناديق الأموال، ثاني حاجة في البورصة، ثالث حاجة في الاستثمار العقاري. بالشكل ده هو بقدر أوزع درجة المخاطرة على المدى القصير والمدى الطويل. أنا هدفي مش الربح القصير أو الربح فترة قصيرة، قد ما أنه هدفي أنه أطور رأس مالي وأكبر رأس مالي، حتى لو تعرضت لخضاتي ما عندي مشكلة، المهم أنه أوصل لربح معين أو لرأس مالي اللي أنا بتصورته براسي، حتى لو أخذ معي وقت مش مشكلة. لا أفضل المجازفة الكبيرة، وحتى ولو كانت شبه مضمونة، لأنه ربما هناك مفاجآت لا تحسب عواقبها. دخل الحالي يعود على عائدات استثماري، وهدفي الأساسي طبيعي أن أحافظ على هذا الدخل. طارق، أجد نفسي أقرب إلى النموذج الرابع الذي جاء في التقرير، يعني أفضل تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل ولا أمانع في تحمل بعض الأزمات المرحلية. في الغالب تجدين أن الأعمار المتقاربة يتشابه أصحابها في الأهداف إلى حد كبير، لكن الواقع الملاءة المادية لكل شخص هي إحدى أهم الركائز التي يجب أن يبني عليها خياراته الاستثمارية. لا يمكن تجاهل أيضا أهمية الطبيعة الإنسانية التي تحدد مستوى الارتياح النفسي لكل شخص واستيعابه لفكرة الربح وتقبل الخسارة. هنا الخطوط العمرية قد تتداخل في بعض الأحيان. بقدر ما يكون الاستثمار في الأسهم مربحا فقد يكون كارثيا في بعض الأحيان، مثل ما حدث في عام 2000 وتحديدا مع أسهم التكنولوجيا، فبعد الطفرة التي شهدتها تدهورت الأسهم، تكبد المستثمرون خسائر فادحة في محافظهم الاستثمارية. عرفت هذه المرحلة بفقاعة الأسواق المالية أو الستوك ماركت بابل. 10 مارس 2000، مؤشر ناسداك يسجل مستوى تاريخيا عند 5048 نقطة، أكثر من ضعف مستواه في نفس الوقت من العام 99. كانت تلك بداية انزلاق مخيف خسرت خلاله سوق أسهم الإنترنت أو ما يعرف بشركات الدوت كوم 75% من قيمتها، وسط ذهول مستثمرين قدرت الخسائر في محافظهم ب$7 تريليون. الحقبة الذهبية لشركات الدوت كوم ارتبطت بالانتشار المذهل للإنترنت، فيما ربط الخبراء سقوطها بنمط أدائها المالي الخاص. كانت الشركات تروج لمنتجاتها مجانا على أمل تعظيم حصتها في السوق قبل التحول إلى البيع. غطت هذه الشركات مصاريفها ومولت مشاريعها التوسعية عبر اكتتابات عامة في أسواق الأسهم. أدى الإقبال على شراء هذه الأسهم إلى ارتفاع أسعارها بطريقة مذهلة لم تترافق مع أرباح قياسية في دفاتر الشركات، وهكذا أصبحت القيم غير واقعية بتاتا.
إلى ذلك يعزو الخبراء انفجار فقاعة التكنولوجيا إلى جملة عوامل أخرى أبرزها انحسار الإنفاق على التكنولوجيا بعد التحول نحو الألفية الثالثة، فقد حملت المخاوف من هذا التحول الشركات على تخصيص أموال طائلة في تحديث معداتها وتطويرها لتجد نفسها غير مضطرة للإنفاق لفترة طويلة مع حلول العام 2000. شركات قليلة صمدت أمام إعصار الدوت كوم فاستطاعت الاستمرار، أبرزها Amazon.com وإيباي. طارق، نريد أن نعرف الآن تأثير التكنولوجي بابل بيرست على محافظ ثلاثة مستثمرين، أحدهم يمثل النموذج المحافظ وآخر يمثل النموذج الأجريسيف أو البحث عن أعلى ربح بأعلى خطورة وثالث في المنتصف. هذه حالة خاصة، إذ أن الأزمات التي تأتي بهذا الحجم تعاقب بقسوة كل المستثمرين ولا سيما المستثمرين في الأسهم فقط. ينبغي أخذ الدروس المفيدة من هذه التجربة ولا سيما لجهة تنويع المحفظة أو الدايفرسيفيكيشن. لنأخذ تأثير قطاع التكنولوجيا الذي يكون 25-30% من مجمل السوق أو S&P. S&P يتكون من جميع القطاعات إلى جانب قطاع التكنولوجيا. في سنة 2001 انهارت أسهم التكنولوجيا بمعدل 50%، فأثرت على مجمل السوق ودل مؤشر الـ S&P 500 على خسارة 11.9% في نهاية العام. أما سوق السندات فقد ارتفعت بنسبة 3.7%، وهي تقاس على أداء سندات الخزينة طويلة الأجل. أما الكاش أو النقد لنفس السنة ارتفع بمعدل 4.4%، وحققت الاستثمارات البديلة نفس نسب النمو. في ظل هذه الأوضاع نجد أن المحفظة الثالثة أو الأجريسيف جروث التي تتألف من 75% أسهم، 20% سندات، 5% كاش، معدل خسارة فيها كان حوالي 8%. المحفظة الثانية الإنكامن جروث تستثمر 40% للأسهم، تماثلها 40% للسندات، 10% للكاش و10% للاستثمارات البديلة، كانت خسارتها 2.3 فقط. أما المحفظة الاستثمارية الأولى أو محفظة الحفاظ على رأس المال أو Capital Preservation التي تستثمر 20% من الأصول في الأسهم، 60 بالسندات، 20 بين النقد والكاش، لم تمنى بأي خسائر، إنما أنهت السنة الاستثمارية بربحية بسيطة نسبتها 8.1%. جميع هذه المحافظ احتوت على نوعين من التنويع أو Diversification. التنويع الأول بين الأسهم والسندات بنسب مختلفة، التنويع الثاني في القطاعات، حيث أن الاستثمار في الأسهم كان يمثل جميع قطاعات السوق المالية وليس فقط قطاع واحد هو التكنولوجيا. طيب، لو قلبنا الصورة وتحدثنا عن فترة انتعاش مميزة في السوق، كيف سيكون انعكاسها على المحافظ الثلاثة للمستثمرين المختلفين؟ نعم، في الأعوام 98 و99 محافظ النمو كانت الأكثر تحقيقا للربح، كون تلك الفترة شهدت انتعاشا كبيرا في سوق